هي بالفعل الثالثة على التوالي للتاريخ. قبل ما أكمل، هو ما ينفعش إن أنا لما أحسب ضربة جزاء أو ضربتين جزاء ما ينفعش أحسب الثالثة حتى لو كانت صحيحة؟ معرفش. حتى لو طلعت شفتها؟ معرفش. أنا بسأل ليه السؤال ده جه في دماغي دلوقتي؟ جه في دماغي دلوقتي لأن كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام طلع مع إبراهيم كابتن إبراهيم فايق إمبارح وقال علي الطلاق بالتلاتة، ان انا ما قلت للحكام ان سيد عبد الحفيظ لو اتحرك، كابتن سيد عبد الحفيظ لو اتحرك مدير الكره في النادي الاهلي اطردوه. فانا بسال الكابتن عصام، عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن عصام، ولو اتحسب ضربتين جزاء صحيحتين والثالثه كان من المفترض ان يتم ان هي تحسب وهي صحيحه 100% في اي ماتش، في اي ماتش بتتفرج عليه، فهل ان انا المفروض احسبها ولا ما احسبهاش؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ احسب الكره دي ولا ما احسبهاش؟ والنبي يا كابتن عصام، عشان انت بقيت بتحلف كتير اليومين دول يا كابتن عصام، ما ينفعش الحلفانات اللي حضرتك بتقولها، يعني هو انا ينفع اطلع اقول عليا الطلاق بالثلاثه لان هعمل حلقه حلوه؟ ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني كلام غريب جدا بنسمعه خلال هذه الايام. وكابتن عصام من الواضح ان هو كل مرة هقول هذا الكلام وكل مرة هأصر ان انا اقول هذا الكلام، رجل محترم انا لما بتكلم معاه بختلف معاه في طريقة ادارته للجنة الحكام، لا اختلف مع كابتن عصام في شخصه لانه شخص محترم محدش يقدر يقول غير كده، ولكن انا بختلف في طريقة ادارته للجنة الحكام. هو في رئيس لجنة حكام يطلع كل يوم يدافع عن حاجة غلط؟ عمري ما شفتها في حياتي، في حياتي. من والله بقالي 3-4 ايام بحاول اجيب اللي بيحصل في السعوديه والامارات وكل البلاد العربيه، اصدقائنا واشقائنا اللي حوالينا قريبين مننا، عشان ما حدش يقول لك اصل اوروبا مختلفه واللي حصل مع مانشستر سيتي وليفربول وما فيش مش عارف ايه والكلام ده كله. احنا بنشوف على الناس اللي حوالينا حبايبنا واخواتنا واشقائنا وبنتعلم منهم وبيتعلموا مننا وكل حاجه بتمشي في هذا الاطار. ما بشوفش الكلام ده والله خالص خالص. رئيس لجنة الحكام يطلع كل يوم صبح وظهر وبالليل في الراديو وفي التلفزيون وفي كل البرامج أو في بعض البرامج يطلع يقول تصريح غلط يخلي كل، حتى لو التصريح صح، مع أنه بيبقى معظم التصريحات اللي قالها كابتن عصام عبد الفتاح خلال الفترة السابقة هي تصريحات تدعو إلى الريبة، تدعو إلى الريبة من وجهة نظري، أنا بتكلم من وجهة نظر أنا، تدعو إلى الريبة.